في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان على أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما، متوافقا مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا، مع توفر جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة. تؤكد المملكة أن قضاءها يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاما المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دوليا، حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة. أكدت المملكة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مكفولة بموجب أنظمة المملكة، مشيرة إلى أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تأكيد أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية. قدمت للمملكة توصيات بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ويؤكد وفد بلادي في هذا السياق أن تحالف دعم الشرعية ملتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفق ما تم إيضاحه في التقرير، مع التأكيد على أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي بلغ مجموعها حتى يناير 2019 أكثر من 13 بليون دولار أمريكي. وخلال اعتماد آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لتقرير المملكة بالإجماع دون أي اعتراض، أشادت الدول الأعضاء بالمجلس بمجهودات المملكة المحرزة في مجال حقوق الإنسان وإيفائها بالتزاماتها تجاه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعهد المملكة بإيفائها بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان أهم ما يميز كلمة المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، برنامج اليوم الثامن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.